أهلا بكم مشاهدينا إلى أبرز أخبار الساعة في دقيقة. قتل شخص وإصابة آخر بجروح في إطلاق نار في العاصمة البريطانية لندن. سول تطلب التأكد من إغلاق بيونغ يانغ موقع التجارب النووية. تأييد خليجي لقرار المغرب قطع علاقته مع إيران. في العراق مسلحون يقتلون مدنيين في بلدة الطرمية شمالي بغداد. العثور على جثث مئات الإناث الرضع في باكستان. فيسبوك تطلق خدمة جديدة للمواعدة. شركة أبل تحقق أرباحاً بنحو 14 مليار دولار في الربع المالي الثاني. في الرياضة ريال مدريد يتعادل مع بايرن ميونخ ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.